فيما المقارنة، يعني ممكن جدا أن يحصل ما حصل في أفغانستان. بالفعل هناك من يعتقد، وهناك الكثير ممن يعتقد، بأن فشل سياسة بايدن وأوباما في إبقاء الجيش الأمريكي في العراق أدى إلى نشوء داعش، إلى ظهور داعش. وقد يحصل، وهذا ما حصل بالفعل في أفغانستان، على الرغم من أننا كنا نعلم مسبقا بأن ما قد يحصل في أفغانستان مهم جدا لإدارة الرئيس الأمريكي. أثناء إدارة ترامب كان هناك مفاوضات جارية بين الحكومة الأمريكية والحكومة الأفغانية في قطر، ليس الحكومة الأفغانية ولكن مع طالبان في قطر في الدوحة، حتى أن وفد من الطالبان جاء إلى واشنطن. المباحثات كانت تدور حول إبقاء قوات أمريكية رمزية في البلاد لكي تراقب أعمال القاعدة مثلا أو داعش أو أي منظمة إرهابية، وبذلك يمكن لهذه القوات القليلة أن تحافظ على الأمن في أفغانستان. هذا كان الهدف من المفاوضات بين إدارة ترامب والطالبان، ولكن عندما جاء بايدن إلى الحكم غير هذا النهج وقرر سحب القوات الأمريكية بغض النظر عن بقاء القوات الأمريكية أو عدم بقائها، وقال بأنه سوف يسحب القوات الأمريكية بنهاية شهر آب. كنا نعلم آنذاك بأن وكانت القيادات العسكرية الأمريكية قد نبهت الرئيس بايدن بأن إذا حصل ذلك فهذا سوف يؤدي إلى اجتياح طالبان لأفغانستان، ولكن كما ذكرت حضرتك ليس في هذه السرعة.